يحتل قطاع التمور مكانة هامة في الدورة الاقتصادية لولاية توزر، إلا أنه خلال هذا الموسم عرف تعثرا نتيجة جملة من الصعوبات والعراقيل. طبعا من أول السنة كانت تصور في 5-6 ميلان، السنة صور 2 ميلان، مليون ونص، فرق كبير. السنة تهلك الفلاح والتاجر. الماء سيدي هو أكثر حاجة معناها نقص، معناها الماء ياسف جديد نقص. السخانة اللي قعدت متأخرة المفروض تبرد قبل وقت هذا، أثر على التمرة وخلاها تشيح وخلاها تدخلها الدودة. إلى جانب نقص الماء والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على جودة التمور، شهدت اليد العاملة تقلصا واضحا بسبب نفور الشباب من مثل هذه المهنة. الشباب مع الشاهي القطاع الفلاحي ضجل التمور مع الشيخ، كما السنة وصل القطاع بربع دينار خدام العادي. هي بطبيعتها النخلة صعيبة في طلعانها، فهم، ومش الناس كل هي تنجم تطلع لها، يأثر زاد حتى على الخسائر الجنية، خسائر كبيرة ياسر. لأن كان النقص في اليد العاملة المختصة وغلائها من العوامل المؤثرة في موسم جني التمور، إلا أن مشكل الماء يظل الهاجس الأكبر لدى الفلاح. بالنسبة للأبيار نتاع القنوات هي ما تتبخرش، تدخل طول في وسط الغابة، معناها ما ثمش تبخر، معناها توي هيك الكارثة باش تقعد مستمرة، ما هياش باش تتحل في امور نهار ولا في نهارين. هذه مشكلة يلزم تتبناها الدولة بمشروع قوي يكون يرجع الواد على مجراه. الاسوام المعامل هي اللي عندها دور كبير، تهز اسوام بخصة ياسر، كذلك الدولة ما ساعدتناش وما عملتناش ديوان للتمور كيف ما عملوا ديوان للحبوب والزيت، خلى الفلاح والتاجر يتعبوا ياسر ويستغلوهم.